بايثون كود اللي اسمه بودوم تشيك، ده هو المسؤول ان هو ياخد الفاليوز من الاودوم تري ويقعد عليها نويز ويببلش النويزي داتا دي للكالمن فلتر عشان تبقى فلترد. طيب اودوم تشيك ده في نفس الحاجات بالظبط زي ما كانت في البلوتر بتاع الاودومتري، الفرق ان اسم النود بقى اسمه اودومتري تشيك وبقى عنده بابلشر، البابلشر ده بيببلش اودومتري داتا على توبيك عملنا له كرييشن اسمه اودوم فاليوز، بيببلش اودوم نويز اوف تايب اودومتري، دي النويزي داتا بعد ما عملنا لها ادنج للنويزي سيجنالز عايزين نبلشها للكالمن فلتر. وفيها نفس الميثودز بالظبط اللي هي اويلر تو كواترنين وكواترنين تو اويلر، وفيها نفس السبسكرايبرز اللي بتسبسكرايب الاودوم داتا بتاعه التيرتل بوت. في الوايل لوب بقى بعد ما عملنا ادنج للنويزي سيجنالز وخرجنا في الاخر بوزيشن وفيلوسيتي، فيلوسيتي كده كده مش متاثره باي نويز، والبوزيشن بس متاثره في الاكس والواي والثيتا، بنخرجهم ليه عشان يتعمل لهم publishing ب odom noise. ده odom noise ده of type odometry، فعشان اكسس البوزيشن بتاعه فهكتب odom noise dot pose dot pose dot position dot x وهاخد النويزي داتا اللي موجودة في الاكس، نفس الكلام للواي، نفس الكلام للزد. ولازم اخلي بالي ان odom noise ده هو of type odometry، فال orientation بتاعه بيتحسب using ال quaternion مش ال euler، فلازم اترانسفورم الداتا بتاعتي لو انا واخداها as euler signals فلازم اترانسفورم من euler ل quaternion. ف ممكن استخدم الميثود اللي هي بتعمل transformation من quaternion to euler، او استخدم الميثودز اللي احنا عملنا لها creation فوق من euler to quaternion. وبعد كده باخد الاكس والواي والزد والدبليو وادخلهم على الاورينتيشن بتاع اودوم نويز، واودوم نويز ده اودومتري ففي بوزيشن وفي كمان تويست، فتويست تاخد في اللينير فيلوسيتي والانجلر فيلوسيتيز. وبعد كده هببلش الاودوم نويز ده عشان يبقى سبسكرايبد باي الكالمن فلتر، وهعمل في الاخر ريد دوت سليب، وكل الكلام ده موجود جوه الفلاج جوه التشيك يعني بتاع الفلاج ان انا جالي سبسكريبشن، then هأد نويز على اللي جالي ده البوزيشن والفيلوسيتي اللي جاتلي، وبعد كده هاخد النويزي داتا دي وابعتها جوه ال if condition اللي موجودة جوه ال while loop اللي بتريبريزنت المين ميثود بتاعتي. فكل الكلام ده هيحصل once اني دوست كنترول سي، خلاص النوت هتطفي.